بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئا ذي بدء أوجه جزيل الشكر والاحترام إلى مخبر الاتصال والأمن الغذائي على المجهودات العلمية الكبيرة التي يبذلونها منذ تأسيس المخبر. كما لا يفوتني أن أتقدم كذلك بالشكر والاحترام والعرفان إلى اللجنة العلمية على قبولها مشاركة مداخلتي في أشغال الملتقى الوطني حول الخطاب الاتصال والأمن الغذائي، فكل الشكر والتقدير والامتنان والاحترام. إذن تندرج مداخلتي هذه في محور الخاص بالعولمة الإعلامية وعلاقتها بالهوية الغذائية والأمن الغذائي. المداخلة موسومة بعنوان عولمة الغذاء وتداعياتها على الهوية والموروث الثقافي الغذائي للمجتمعات. طبعا يعتبر الموضوع موضوع مهم جدا، وأهميته تكمن في أهمية الموروث الثقافي الغذائي والتراث الغذائي للشعوب والمجتمعات. هذا الأخير الذي يعتبر مرآة عاكسة للشعوب وتاريخها وثقافاتها، إذ يعد في قائمة الأولويات الثقافية بما باعتباره عنصرا من عناصر الهوية الجماعية للشعوب والمجتمعات، وما يعكسه كذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية تشكل في مجملها قاعدة سلوك الناس وتاريخهم الثقافي. كما تعد كذلك المعارف والمهارات الغذائية حجر الزاوية في منظومة التراث الثقافي اللامادي المعبر عن الأصالة والتفرد والقيم التي تنطوي عليها المنظومة الثقافية للشعوب والمجتمعات. غير أن الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الغذائي وعلى الهوية الغذائية مرهون بقدرة الدول على مجابهة تداعيات العولمة التي خلفت آثارا كثيرة في جميع المجالات، ولم تترك المجال الغذائي كذلك إلا وخلفت آثارا كبيرة عليه حسب العديد من الخبراء في هذا المجال. ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية في البحث في تداعيات العولمة الغذائية وآثارها على الهوية الغذائية وعلى التراث الثقافي الغذائي للمجتمعات. كتفصيل أو كسؤال لهذه الإشكالية يتمحور حول ما يلي: كيف أثرت العولمة الغذائية أو عولمة الغذاء على الهوية الغذائية والموروث الثقافي للشعوب؟ قبل تفصيل هذه الإشكالية، أولا لابد من تقديم بعض الشروحات حول كل من مفهومي عولمة الغذاء والتراث الثقافي أو الموروث الثقافي الغذائي. فيما يخص عولمة الغذاء، طبعا حسب العديد من الخبراء الذين أسقطوا مفهوم العولمة العام على المجالات الخاصة التي أثرت العولمة عليها، على غرار المجال العولمة السياسية، العولمة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، التقنية والتكنولوجية، وكذلك العولمة الغذائية. ومن ثم وضعوا تعريف لعولمة الغذاء على أنه كافة المستجدات والمتطورات التي تحاول بقصد أو بدون قصد إلى جعل الغذاء العالمي أو التراث الغذائي والهوية الغذائية للمجتمعات في هوية ودمجها في هوية غذائية واحدة وموروث ثقافي غذائي واحد. هنا أفتح قوسين فيما يخص تصنيف العولمة الغذائية. هناك من يصنفها ضمن العولمة الثقافية على اعتبار أن التراث الغذائي يندرج ضمن الموروث الثقافي اللامادي، وهناك من يقول العكس باعتبار أن العولمة أثرت بشكل كبير جدا على الغذاء، وبالتالي يمكن تصنيفها لوحدها وتسميتها بالعولمة الغذائية. فيما يخص التراث الثقافي الغذائي أو التراث الغذائي، فقد عرف على أنه جميع أصول النباتات والحيوانات ومواقع انتشارها، وكذلك الأماكن التي تم فيها إعداد الغذاء وتناوله وبيعه لأول مرة. في هذا المجال يجب القول بأن التراث الغذائي وحسب منظمة اليونسكو يندرج ضمن الموروث الثقافي اللامادي، وهذا حسب
التصنيفات الأخيرة لمنظمة اليونسكو التي وضعت تصنيف سباعي للمجال الثقافي أو الموروث الثقافي اللامادي، والذي يضم التقاليد الشفوية، المهرجانات، الطقوس، الألعاب، وكذلك التراث الغذائي بما يضم فنون الطعام وأدابه، فنون الطعام وأدابه. فيما يخص تداعيات العولمة على الهوية الغذائية وعلى الموروث الثقافي الغذائي، إذا تعاني العديد من الدول النامية خاصة أزمة حقيقية بسبب زحف العولمة والآثار الكبيرة التي خلفتها على كل شيء، وبالخصوص على العولمة الغذائية، على الغذاء بشكل خاص، وذلك بسبب تزايد قبضة الشركات العالمية على صناعة الغذاء ومحاولتها لخلق نمط استهلاكي غذائي واحد في جميع أنحاء العالم، وكذلك تنافس هذه الشركات والدول المتقدمة على استعمار بطون الدول النامية مثل ما يقول الخبراء في هذا المجال، حيث شهدت العديد من الدول يعني طمست عاداتها وثقافاتها الغذائية وهوياتها الغذائية وهوياتها الغذائية بسبب العولمة. وأكد العديد من الخبراء في هذا المجال بأن تأثر هذه المجتمعات بالتقاليد الثقافية المستوردة هو نتاج طبيعي لافتقار هذه الدول لأسس وآليات الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الغذائي، الأمر الذي يتطلب تعزيز الأمن الغذائي الذي يقوم بدوره بدعم وحفظ هذا الموروث الثقافي الغذائي والهوية الغذائية. كما أن العولمة لم تمس فقط الموروث الثقافي الغذائي، بل مست بشكل كبير جدا الهوية الغذائية للعديد من المجتمعات، ولعل التجارب الدولية أثبتت ذلك، خاصة في المجتمعات والدول النامية التي يعني تأثرت بشكل كبير جدا فيما يخص العادات والتقاليد والموروث الثقافي الغذائي، حيث عمدت على طمس هذه الهويات وخلق هويات عالمية جديدة بما تتناسب مع هذه الدول المتقدمة التي تعتبر يعني مراكز أساسية للشركات العالمية الخالقة للعولمة. وفي هذا السياق أكد العديد من الخبراء والمهتمين بمجال الحفاظ على الموروث الثقافي على ضرورة التحرك ووضع آليات جديدة من أجل المحافظة على هذا الموروث الثقافي الغذائي، على غرار إنشاء مراكز متخصصة في حماية هذا الموروث الثقافي الغذائي، تسند إليه العديد من المهام على غرار الترويج للعادات والتقاليد والأكلات التقليدية والسعي إلى تمثيلها أو السعي إلى تسجيلها في القوائم التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي لليونسكو. في هذا المجال يمكن القول بأن دولة لبنان الشقيقة تعتبر من الدول الرائدة في الدول العربية عربيا في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي الغذائي، حيث قامت بإنشاء في العديد من البلدات مراكز لحماية هذا الموروث الثقافي، كما تسعى جاهدة لتنظيم مهرجانات شعبية تقليل الأكل الغذائي، وقد يعني حصدت نظيرة مجهوداتها الكبيرة الشكر والثناء من قبل منظمة اليونسكو التي تعتبرها يعني من الدول التي تسعى حقيقة للحفاظ على الموروث الثقافي الغذائي وعلى هويتها الغذائية. في الأخير لا يمكنني أو لا يسعني القول بأن الحفاظ على الموروث الثقافي الغذائي وعلى الهوية الغذائية للمجتمعات يتطلب تضافر الجهود العديد من الدول وخلق آليات وميكانيزمات من أجل المحافظة على هذا الموروث الثقافي الغذائي الذي يعبر بدرجة كبيرة جدا على هوية الشعوب والمجتمعات، على هوية الشعوب والمجتمعات. في الأخير أوجه مرة أخرى كل التقدير والاحترام لمخبر الاتصال والأمن الغذائي على تنظيم هذا الملتقى، وإلى ملتقيات إعلامية قادمة بحول الله. شكرا.